السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيخ محمد العلي، وفي هذا الفيديو بوريكم كيف تسوون طبق الرفيس المغربي اللي هو عبارة عن مرق مصنوع بالفري يتم وضعه فوق خبز مصنوع بالإيد. الحين يوم تسألوني عن الطبخ ما بقولكم مكونات وصفات، لا، الطبخ لي عبارة عن قصة، عن حضارة، عن حب، وهو مجال مليء بالعلم والفنون والمهارات. بديت الطبخ في عمر صغير جدا، كان عمري تقريبا 12 سنة. قمت أدخل المطبخ وأسوي أكل حق أصدقائي أهلي، وشوي شوي قمت أخذ الموضوع بجدية أكثر. فالحين الحمد لله أقوم بإدارة موقعي وأيضا قناة يوتيوب تحت اسمي، وين أنشر الوصفات عبر طريقة الفيديو. يوم تشوفون الفيديو بتلاحظون أني ما أركز فقط على الطبق، أركز على التصوير، على الإضاءة، على اللحن، على الجو، لأني أباكم يوم تشوفون الفيديو تدخلون في جو هالوصفة، في مزاجها، وتعيشون اللحظة. من الناس اللي عندهم تأثير كبير في مجال الطبخ عندي هي جدتي السعودية، والسبب وراء هالشي إنها وايد تسوي أطباق غريبة عن اللي موجودة هني في الإمارات. فبتسوي لنا مثلا سليق، منتو، شوشبرك، معصوب، بخاري. فبتشوفوني أسير عندها وأجلس أسألها يدو علميني كيف يسوون هالطبق، وبتجلس تحكيني وتكتبني وتقولي عن الذكريات اللي مربوطة بينها وهالطبق. فهذا شيء جميل جدا ووايد يجذبني في مجال الطبخ. أنا أبا أغير نظرة الناس إلى الطبخ، لأنه مو بس عبارة عن مكونات تحطونها ويا بعض وتاكلون وبس، لا، الطبخ أعمق عن هذا الشيء. الطبخ والأكل رابط بيننا، وهو طريق إلى الحب إلى العطاء، وهو أيضا مفتاح إلى الحضارات. معكم شيخ محمد العلي في هذا الفيديو الخاص لجريدة البيان الإماراتية، وشكراً.